الالتهابه دي بالنسبه للمريض دي حاجه جديده، فهو مش عارف يتعامل معاها ازاي، لدرجه ان في ناس بيجوا بعد العمليه بفتره وهو مش عارف يعني بتشتغل ازاي، يتهالوا انها زي الانصاب الطبيعي انها تحصل انصاب لوحده الى اخره. فلازم نعرفه مثلا لو زي ما في الصوره كده الدعامه العاديه ازاي يقدر يطويها، ولازم نشرح له ازاي يطوي الدعامه دي ويخليه يعملها بايده مره واثنين وثلاثه عشان يتدرب قبل ما يمشي من عندنا ويبقى عارف ازاي يستعملها. ده بالنسبه للدعامه العاديه. بالنسبه للدعامه الهيدروليك برضه لازم اخليه يعني ادربه على ان هو ازاي يملاها وازاي يفضيها. ازاي يملاها وازاي يفضيها مهم جدا، ولا هيروح البيت مش عارف يمسك المضخه، مش هيعرف فين الصمام اللي بيضغط عليه ضغط عشان تفضي. لازم الكلام ده خليه يعمله قدامي عمليا ولو مره واحده على الاقل، ويتدرب مره واثنين وثلاثه عشان لما يبعد يبقى عارف ازاي يتصرف لوحده.